عشان احنا لسه بنصور. ورش والله يعني انا بدرب تمثيل بقالي فتره كبيره، وانا بشوف انا بحب قوي الموضوع ده، وانا لقيت ان انا كان بيطلب مني كتير قوي ان هم يعني عايزين يتعلموا او ان هم يعملوا ايه، فانا اوريدي كنت بدرب من زمان قوي في المسرح وكده، فبقيت ان انا بعمل ده بشكل مستمر، وبلاقي ان الحمد لله الناس مبسوطه وبتستفيد. طبعا انا متفق معاكي، بس الحمد لله انا مش كده خالص والله، انا بقالي سنين في الموضوع ده، وطلع من تحت ايدي ناس كتير ما شاء الله بداوا يشتغلوا في اعمال كويسه جدا، فلا انا القصه دي مش عندي. انا الورشه بتاعتي ممكن يبقى مدتها شهرين، انا بقعد معاهم 4 شهور وخمس شهور علشان خاطر انا مش هسيبهم غير لما اطلع اللي انا عايزه. في مواهب حلوه جدا لا لا ما بقولش لحد لا، لان اي حد عايز يتعلم يقدر يتعلم، ولكن الـ 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 يعني كل واحد عنده قدره، ممكن واحد يوصل ل 20% ده اخره، ممكن واحد يوصل ل 70 80، فانا ما ينفعش اقول لك لا روحي، انت جاي تتعلمي انا هعلمك البيزكس وهعمل اعلى حاجه اقدر اعملها والباقي عليكي. يعني مثلا بعد فتره الكورس ما تاخد، ما تقولوش مثلا لا انت مثلا كده مش التمثيل، روح مثلا حته ثانيه. لا، لان المفروض ان انا دوري ان انا اخليه يوصل لمرحله كويسه، فانا بوصل معاه لمرحله كويسه، بس هو ده اخره، دي بقى موهبه من عند ربنا، انما انا بديله البيزكس ازاي ان هو يطور من نفسه. ان شاء الله في الفتره الجايه اعمال كتير ان شاء الله. اتمنى والله اتمنى ان شاء الله. دايما ميرسي ميرسي، شكرا.